حضراتكم اسمحوا لي كده في اول الحلقه، من حوالي اسبوعين كنت مع حضراتكم هنا على الهوا، وكنت بشرح وكنت بسال سؤال خاص ب ان هل في دوله في العالم عندها الامن القومي الاستراتيجي في اتجاهاته الاربعه الاستراتيجيه الاربعه، في عندها تهديد وقلق وتوترات زي جمهورية مصر العربية؟ السؤال ده أنا تقريبا من أسبوعين سألته على الهوا مع حضراتكم هنا، وكنت بشرح يعني الاتجاه الشمالي عندنا في مصر، يعني الأمن القومي المصري في اتجاهاته الاستراتيجية الأربعة، الاتجاه الشمالي في منطقة البحر الأحمر، وحضرتك الأطماع اللي ممكن تكون في حقول الغاز المصرية وخير مصر، وان احنا قد ايه ان احنا بنحاول نقوي الاسطول البحري المصري، القوات المسلحه المصريه، القوات البحريه، عشان نحفظ امن وامان مصر، الاتجاه الشرقي وخصوصا موضوع اسرائيل وفلسطين والاعتداءات المستمره من الاسرائيليين على الفلسطينيين، وعندنا الجانب الغربي اللي هو الامن القومي في الامن القومي المصري في اتجاهه الاستراتيجي الغربي اللي هو موضوع ليبيا، وقد ايه كان في عربيات نقل ودفع رباعي كانت بتجيلنا من ناحيه اخواننا الليبيين وعلى حدودنا، ويجوا عشان يبقى في ارهاب في سيناء، وايضا الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي وهو التوتر اللي حصل في خلال الشهرين اللي فاتوا دول والحرب السودانيه. فانا كنت بسال السؤال يعني ده، انه هل في دوله في العالم عندها هذا التوتر في الاتجاهات الاستراتيجيه الاربعه؟ أنا قعدت درست في الفترة اللي فاتت دي ولقيت بصراحة مفيش دولة زي كده. يبقى عندها تهديدات في الأربع اتجاهات. عندها اتجاه مثلا واحد شمال شرقي ماشي، شمال غرب يعني واحد، إنما الأربعة ده بالإضافة حضرتك بقى استكمالا للموضوع ده اللي أنا اتكلمت فيه، غير التحديات بقى الداخلية في جمهورية مصر العربية، انك انت عندك تضخم وزيادة اسعار في كل حتة في العالم طبعا، لكن في مصر في زيادة اسعار وتضخم يعني كبير، وبنحاول نقاوم هذا التضخم بحيث ان انت تقدر تعمل توازن والسلع تقدم للمواطن المصري باسعار مخفضة، ومش عارفين لحد دلوقتي برضو لسه في مجهود بيبذل، ولكن ما زال الاسعار حضرتك عالية جدا، ده غير جشع التجار، ده غير حضرتك ال9 مليون مواطن اللاجئ في جمهورية مصر العربية، تسعة مليون من العراق ومن ليبيا ومن السودان ومن اليمن ومن سوريا ومن العراق، كلهم موجودين في يعني برضو ده في حد ذاته تحدي داخلي، انك انت عايز تقدم لهم خدمات وعايز تقدم لهم، يعني احنا 105 مليون مواطن مصري في جمهوريه مصر العربيه، زاد عليهم 9 مليون. فكل ده ضغط على الدوله المصريه، ضغط على المسؤولين المصريين. ده غير حضرتك انك انت عايز خلاص في خلال 8 9 سنوات الماضيه كنت عمال تبذل مجهود كبير جدا، المصريين عمالين يبنوا بلدهم في البنية التحتية عشان بإذن الله تعالى حاليا عايزين استثمار يجي لنا، واستثمارين إذا كان القطاع خاص عشان نعمل مشاريع ومصانع، وهذا التحدي في أنك أنت عايز تقلل فاتورة التصدير، الدولارات اللي أنت بتستورد بيها حاجات كتيرة جدا في بلدك، وعايز تصنع في مصر عشان تكفي السوق المصري، وفي نفس الوقت عايز تصدر كتير، ده غير مشكلة الدولار ونقص الدولار والحاجات المستلزمات الإنتاج اللي أنت عايز تدخلها عشان تصنع، عشان تزود التصنيع، عشان تكفي المنتجات المصرية في السوق المصري، والأسعار تبتدي تنزل شوية، وبعد كده عشان تصدر وتجيب دولارات. الدولة المصرية فيها ضغط جامد، في ضغوط جدا، ضغوط شديده جدا على الدوله المصريه وعلى المواطن طبعا المصري في كل الاتجاهات تقريبا. فانت الامن القومي المصري في اتجاهاته الاستراتيجيه الاربعه فيها تهديدات وفيها مشاكل وتوترات، وايضا عندك داخليا عندك مشاكل اقتصاديه وعندك مشاكل، وكنا ماشيين كويس قوي قبل كورونا
وبعدين جت كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، فابتدت يبقى عندك مشاكل 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 كتيرة وضغوط على المواطن المصري بشكل كبير جدا. ف ده غير انك انت برضو كدولة مصرية عندك برضو توازنات، بتعمل توازنات مع علاقاتك الخارجية بالدول العظمى، والتوترات اللي بتحصل ما بين الشرق وما بين الغرب، روسيا وأمريكا والصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ومشاكل الغاز ونقص الغاز واليابان وعلاقتك باليابان وعلاقتك أنا قعدت أفكر كده، الدولة المصرية فيها ضغوط غير طبيعية يا جماعة. يعني غير السؤال اللي أنا سألته الأسبوعين اللي فاتوا، إن مفيش دولة في العالم عندها توترات في الاتجاهات القومية، اتجاهات الأمن القومي الاستراتيجي في اتجاهاته الأربعة، غير هذا الموضوع اللي أنا اتكلمت فيه من أسبوعين. كمان داخلية عندك كمية تحديات غير طبيعية. فلقيت نفسي بقول الله يكون في عون الدولة المصرية، الله يكون في عون الشعب المصري اللي مستحمل، اللي مستحمل الكثير والكثير، وطول الوقت عنده أمل في بكرة إن شاء الله، إن شاء الله هيبقى أحسن. وزي ما طول الوقت أنا بقول، وكل وكثير من الناس المحللين السياسيين والتاريخي في التاريخ المصري كله، إن شاء الله نعدي هذه المشاكل، وبإذن الله تعدي. يا ما جان علينا تحديات وعديناها في تاريخنا. ولقيت نفسي بقول الله يكون في عون فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، الدولة المصرية. وبقيت أقول أكتر إنك أنت عندك انتخابات رئاسية في 2024، اللي عايز يقدم نفسه ويرشح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية ده لازم يكون، يعني لازم يكون حضراتكم يعني عنده استعداد يضحي بنفسه، عنده استعداد يضحي بنفسه وعيلته وكل حاجة في حياته، في ان هو مصر دي تقوم. واستكمالا للي احنا عملناه في خلال الثمان تسع سنوات الماضية، مش اي حد ممكن ينفع على فكرة رئاسة جمهورية مصر العربية، مش اي حد. فالواحد لما يقعد يتأمل ويخش كده ويبص على الصورة كاملة للتحديات اللي أمام الدولة المصرية خارجيا وداخليا وعلى حدودها، يقول لا، مش أي حد هيبقى قادر إن هو يتقدم لرئاسة الجمهورية، ولازم ياخد الموضوع بجدية ويبقى فاهم كويس قوي إن هو ممكن يضحي بنفسه، زي ما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضحى بنفسه في 2013 و2014 عشان الدولة المصرية دي تقوم. مش أي دولة في العالم عندها كم التحديات ده. اللي عندها حروب حروب خلاص، حرب عندها حرب، واستشهاد بقى ناس وبتموت ناس، وخصوصا بقى الربيع العربي الحلو بتاعنا ده الجميل اللي وقع الدول العربية تقريبا كلها ما عدا مصر، وبفضل الله مصر وتونس يعني اللي لحقوا نفسهم، يعني طبعا باستشهاد الكثير من الجيش والشرطة المصرية، وأيضا في تونس الكثير والكثير من العقلاء. تحديات كبيرة جدا. انت بتحاول تقوم السودان وتوفقهم مع بعض عشان هم بيحاربوا بعض، عشان الامن القومي المصري في اتجاهه الاستراتيجي الجنوبي توتر شديد جدا. ده غير على فكرة التحدي الخاص بحضرتك بسد النهضة مع اثيوبيا كمان. الرئيس ده الرئيس اللي هيجي يرشح نفسه في 2024 ده لازم يكون فاهم ان هو داخل على حرب، داخل على حرب لكثير من التحديات اللي ممكن تقف أمام المواطن المصري والدولة المصرية. ما قصديش إن هو يحارب يعني أثيوبيا، لا، أنا قصدي إن هو هيحارب هذا الكم اللي أنا عمال أقوله من أول الحلقة، زي ما
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمل كده دلوقتي على فكرة من أول 2013. فالمسؤولية مش يعني أنا مش جاي أبقى رئيس فرنسا مثلا، فالحقيقة عندنا كم مشكلة اتنين تلاتة كده وخلاص، يعني مش داخل على رئيس أمريكا مثلا، فأنت عندك مشكلتين تلاتة يعني خلاص ماشي. اديني دولة عندها هذا الكم من التحديات والتهديدات بجد، إلا طبعا اللي عندهم حرب وبينوطوا بعض. فالواحد لما بيقعد يتأمل كده بلدنا مصر والمشاكل اللي بتمر بيها مصر، لا ده احنا 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 شعب عظيم، والله العظيم احنا فعلا شعب عظيم. الكثير والكثير، حضرتك انا قلت وذكرت التحديات الخاصه بالامن القومي المصري في اتجاهه الاستراتيجي الشمالي، كويس كده. غير بقى ان احنا في فتره والسنوات الماضيه في مشاكل خاصه بالامن القومي المصري في اتجاهه الغربي، وهي مشاكل ليبيا حضرتك، غير السنوات الماضية اللي احنا قدمنا فيها الكثير والكثير من زي مثلا لما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خط الجفرة، سيرة الجفرة خط احمر، وقال لك لا ما تقربوش اكتر من كده، ده غير التهديدات انك انت كنت بتموت عدد كبير جدا من الارهاب اللي بينط على حدودك عشان من الغرب من ليبيا يعني عشان يوصل لسيناء ويبقى ولاية سيناء، غير كل السنوات الماضية دي في جهود لسه مستمرة للدولة المصرية للوقوف ليبيا ووقوف السودان على رجليها. فحضرتك النهاردة رئيس مجلس المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، في زيارة إلى ليبيا، إلى شقيقتنا ليبيا، ومقابلته للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعقد اتفاقيات. مصر بتلعب سياسة، مصر بتقف بجانب كل الدول العربية، مصر بتحاول طول الوقت، ده غير حضرتك اللي احنا عمالين قلته من شوية حضرتك ان احنا بنحاول نرجع سوريا، بنحاول نرجع العراق، بنحاول نرجع اليمن، يعني جهود مش طبيعية للدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية وأيضا القائمين على الدولة المصرية. فحضرتك رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبال النهاردة في ليبيا، هدفها دعم وتهيئة المناخ للانتخابات الليبية. يا جماعة انتوا حلوين مع بعض والشرق والغرب يتفاهموا عشان نعمل انتخابات، بقالنا كذا سنة عمالين نقول بإذن الله يبقى في انتخابات بقى والدولة الليبية تستقر والشعب الليبي يستقر. فمصر عمالة بتدفع إلى هذا الاتجاه بمجهود كبير، وتوقيع اتفاقيات بين مجلس النواب الليبي والمصري لتفعيل التعاون بين المجلسين فنيا واداريا وماليا، وتبادل الخبرات المطبقه في المجلسين والاستفاده منها، تبادل الزيارات ونقل الخبرات والعمل على رقمنه المسائل الاداريه والماليه. فمصر بتقوم بواجبها تجاه الشعب الليبي، وبتقوم بواجبها ناحية الشعب السوداني، وتقوم بواجبها ناحية الشعب العراقي والشعب السوري والشعب اليمني والشعب يا عم في دولة في العالم كده؟ خصوصا انك انت يعني الدولة المصرية اكتر دولة متأثرة ومتأثرة من عدم استقرار في السودان وفي ليبيا، حدودنا النازحين دول عدد رهيب، ده غير ان احنا عندنا اساسا 5 مليون سوداني في مصر عايشين بقالهم سنين عايشين ويعني كده. فعندك دلوقتي حضرتك من اول المشاكل الخاصه بالسودان دلوقتي والحرب اللي حصلت ما بين الجيش السوداني والدعم السريع حضرتك، فحضرتك في ناس دخلت حوالي 350 الف عايزين ياكلوا ويشربوا وعايزين شغل وعايزين حضرتك خدمه طبيه وعايزين كل حاجه، واهلا وسهلا طول عمر مصر كده.
جهود مصر لحل الأزمة الليبية. شاركت مصر بقوة في جميع المؤتمرات والفعاليات الخاصة بتسوية الأزمة. مصر أكدت دائما أن الأمم المتحدة هي الإطار الوحيد لتسوية الأزمة. مصر تشدد على أهمية توافق العملية السياسية مع تطلعات الشعب الليبي. مصر استضافت مختلف القوى الليبية للتباحث حول الحل. ركزت التحركات المصرية على احترام السيادة الليبية وتوحيد الجيش الليبي، كما ركزت التحركات المصرية على رفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. كل ده مصر عماله طول الوقت طول الوقت طول الوقت بتبذل مجهود رهيب. فده حضرتك انا قلت ايه الاتجاه الاستراتيجي الشمالي، حقول الغاز وان احنا نسلح الجيش المصري والقوات البحريه وكده عشان ردع لاي حد يفكر ولو لثانيه انه يعتدي على خيرات مصر. وحضرتك اتكلمت شوية عن الاتجاه الاستراتيجي الغربي اللي هو ليبيا والدور المصري الرهيب في طول الوقت بما فيهم النهاردة مجلس رئيس مجلس النواب النهاردة حضرتك هناك عنده واتفاقيات عشان يلا سرعوا نفسكم عشان تعملوا انتخابات بقى وتستقر الدولة. جانب بقى الشرقي حضرتك من اسبوعين كنت عمال اتكلم عن الموضوع ده والنهاردة في احداث للأسف الشديد الجانب الإسرائيلي عمال يعتدي على الفلسطينيين طبعا طول الوقت، ولكن النهاردة في جنين وتفاقم الأزمة شوية بشوية عمال تصاعد، والدولة المصرية بطول الوقت بتقول وبتنادي يا جماعة مفيش داعي للتصعيد. ده برضو الأمن القومي في اتجاهه الاستراتيجي الشرقي وعدم الاستقرار اللي انا قلت عليه ده، غير طبعا سينا من زمان يعني مشاكل سينا والارهاب واللي احنا وتضحيات الجيش والشرطه في انك انت تعمل استقرار وامن وامان في سينا يعني. فمصر تدين الاعتداء الاسرائيلي على جنين وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين. الجامعه العربيه تدين العدوان الاسرائيلي على جنين. ده غير المجهود العظيم من الجهات الأمنية في جمهورية مصر العربية في إنك أنت تعمل توافق ما بين فتح وحماس عشان تقوم الدولة الفلسطينية، تكلموا مع إسرائيل بقى ونقوم نقوم الدولة الفلسطينية. يا جماعة شفتوا دولة طول الوقت عندها هذا الصراع خارجيا وداخليا، خارجيا وداخليا. طبعا في حضراتكم العديد والعديد من التحديات الخاصة بالسودان. يعني احنا لو حضرتك يعني حاولت كده تركز رئاسة الجمهورية عملت ايه في خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا دول، هتلاقي العديد والعديد من المجهود المصري ورئاسة الجمهورية والدولة المصرية للوقوف بجانب اشقائنا السودانيين. من ضمنها حضراتكم زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار واستقبال الرئيس السيسي له. استقبل السيد الرئيس الأحد اللي هو امبارح 18/6/2023 مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد الرفيع المستوى المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. استمع الرئيس خلال اللقاء إلى عرض تطورات الأوضاع في السودان ومجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، فضلا عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وأشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان واستقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر. أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان الشقيق، خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، آخذا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين. وأكد الرئيس السيسي أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل
وبدء عملية الحوار السلمي بها يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية، هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها، مؤكدا قيام مصر ببذل أقصى الجهود لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدة سلامة أراضيه. ده حضرتك إيه؟ امبارح. ده امبارح سريعا قبل ما اطلع فاصل، ارسال مئات الاطنان من المساعدات الاغاثيه الى السودان. ده امتى؟ يوم 17 اللي هو السبت. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه واستمرار لدور مصر الفاعل تجاه دوله السودان الشقيقه، وصلت سفينه امداد مصريه تابعه للقوات البحريه المصريه الى ميناء بورت سودان بدولة السودان محملة عليها بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وأعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر وبيت الزكاة والصدقات المصري، وسيتم دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة والأكثر احتياجا بدولة السودان الشقيقة. أعرب مسؤولي الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المبذولة مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما بذلوه من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق. المركب القوات البحرية قوات المسلحة المصرية البحرية المصرية أخذت المساعدات وراحت بورت سودان، رجعت بقى إيه وفي سياق متصل وصلت جمهورية مصر العربية عدد من الرعايا المصريين والسودانيين قادمين من دولة السودان على متن سفينة الإمداد المصرية التي قدمت المساعدات في السودان ووجهت الرعاية فور وصولهم إلى مصر الشكر إلى الدولة المصرية التي وفرت لهم كافة أوجه الرعاية والاهتمام. هل في دولة في العالم عندها هذا الكم والتحديات حواليها وعلى حدودها الأربعة زائد هذا الكم من التحديات الداخلية زي مصر؟ فاصل وراجعين حالاً.